استاذ سماح. ايوه، اتفضلي يا استاذ سماح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك، انا متجوزه بقالي 50 سنه ما شاء الله، يعني من ما زعلتش فيهم ولا مره مع زوجي. ما شاء الله، اتفضلي. وعايشه معاه الوحش قبل الحلو. طيب، يبقى انت كنت النهارده، وخلفت اولاد. يبقى النهارده في موضوع الحلقه كان عنك النهارده. قول حضرتك. طب اتفضلي سؤالك يا حاج. سؤالي ان بعد العمر ده كله انا باخد علاج يومي طول اليوم، بين الدواء والدواء لازم يبقى فيه فصل ميعاد عشان ما يتفاعلش مع بعضيه. طيب، راح قلت له هات لي الدواء ده من الساعه 3 العصر، قال لي حاضر. راح يجيب الدواء، نسي. جبت العلاج عشان اخده في الميعاد، عشان بعد شويه هاخد الميعاد الثاني. قال لي ايه؟ لا ما جبتش. اما اصلي المغرب وانا جاي اجيبه. راح طيب. يجيبه، جت المغرب، جه ما اخدت بقى اللي قبليه، مستنيه بتاع الجرعه الثالثه دي اللي هاخدها. طيب. كده جه دخل جوه وطلع، فكرت جاب العلاج، دورت جوه ما لقيتش علاج خالص جابه. فين السؤال بقى يا حاجه؟ فين السؤال يا حاجه سامح؟ السؤال ان هو ضربني في وشي، خنقني من وشي مره من بقي ومره من رقبتي. لا، ملوش حق يا حاجه، ملوش حق يا حاجه سماح. بعد عمر 57 سنه عشره ما روحتش مره زعلانه. طيب خليني اكلمه يا حاجه سماح، عشان بس حاجه سماح، خليني اقول لك اللي عمله ده مش صحيح، واللي عمله ده ما يرضيش ربنا. وهنكمل كمان الرساله بتاعتنا اللي احنا عايزين نوجهها له، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم، وفكركم بسؤال الحاجة سماح اللي كانت بتقول 50 سنة جواز، يعني هي من المخضرمين في الجواز، وكانت مع زوجها وهي بتاخد دواء بعدد من الساعات، فلابد ان هي تاخد الدواء في وقتها، فجوزها نسي الدواء وهي كانت منتظرة الدواء بعد ما عدى معاد، وجي المعاد التاني ففوجئت ان هو نسي، فيبدو ان هم حصلت بينهم مشادة فهو ضربها في وشها ولا حاجة زي ما هي بتقول. انا عايز اقول للحاج، يا حاج مش كده، صحيح احنا كبرنا في السن وبقى خلقنا ضيق، بس لما خلقك يبقى ضيق يبقى انت محتاج عباده مهمه، محتاج ان انت تبتدي من جديد الصبر والرضا والود والطيابه والمحبه. انا شايف ان انت كنت لازم تطول بالك شويه، مش بس تطول بالك شويه، الضرب لو من الصغيرين جريمه وكبيره، من الكبار أشد، فأنت محتاج تعتذر لها وطيب خاطرة. ولو عملت كده دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنا طبعا مش عارف الحاجة سماح قالت إيه، بس مش مشكلة، أنت لازم تكون ماسك نفسك، أنت الراجل وضربك ليها حرام، تضربهاش في وشها، وما تضربهاش خالص. دي عاشت معاك اكتر ما عشت في بيتكم، اكتر ما عشت مع اي حد، فلو انت لو سمعني روح طيب خاطرها واعتذر لها. والاعتذار من شام الكبار، الاعتذار عن الاخطاء من شام الكبار. ربنا يعينك يا رب وتعمل كده وتطيب خاطرها يا رب. متنيمه وهي زعلانه، متنيمهاش وهي زعلانه وانت عارف ليه.